صباح النور مشاهدينا واهلا بكم في شوف الطقس. كنا نبغيو نعرفوا كيفاش غادي يكون الجو في بلادنا اليوم. فدرجه الحراره في طنجة، الرباط، الدار البيضاء جديده غادي تتراوح ما بين 13 حتى 25 درجه، وفي الاقاليم الجنوبيه وبالضبط في الطرفيه والعيون وحتى في تادلا والحوز غادي تتراوح درجه الحراره ما بين 23 حتى 27 درجه، وما بين 23 حتى 42 درجه في مراكش. اكادير 23 درجه، ومكناس طالعه فيها درجه الحراره وكتوصل ل 40 درجه. مشاهدينا نهايه شوف الطقس لهذا النهار، كنتمنى لكم بقيه اوقات ممتعه على قناه شوف تيفي. بسلام عليكم.